معانا من هولندا الحقيقه كابتن كريم السعيدي، نجم منتخب تونس، بطل امم افريقيا 2004 ولاعب فينورد الهولندي السابق. كريم السعيدي واحد من نجوم الكره التونسيه المتوج بكاس الامم الافريقيه 2004، ورحله احترافيه طويله مع الكره الاوروبيه في دوريات هولندا وايطاليا وبلجيكا وفرنسا. كابتن كريم اهلا بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بكم، شكرا على الاستماع وشكرا على المقدمه الجميله. شكرا. تمام كابتن كريم. بالضيوف بتاعك طبعا. اهلا وسهلا. انت طبعا متابع لمنتخب مصر وان شاء الله هنلاعب منتخب بلجيكا يوم الجمعه في مباراه وديه استعدادا لكاس العالم في قطر. خبرتك مع الكره البلجيكيه كبيره، كيف ترى هذه المباراه؟ والله بسم الله كانت لي يعني او نحن تجربه كويسه مع نادي بيرسا. كان رئيس النادي السيد سامي ماجد. ماجد سامي. عندي ماجد سامي سوري. نعم. كانت عندي تجربه 3 سنين هناك، لعبت مع كثير لاعبين مصريين محترمين، حتى حسام غالي صديقي كانت معه تجربه في فاينورد، وكمان بعد الاصابه نتاعو رجع لعب معايا في ليرسا كمان سنه. نعم. طبعا ليرسا من زي الليفل بتاع فاينورد، بس يعني فريق كويس محترم. عنده استراتيجيه مع السيد ماجد سامي، يصبر اللعيبه الاوروبا. معلش، الدوري الهولندي الدوري البلجيكي مش زي الدوري الهولندي. الدوري البلجيكي يعني قلنا نحن ما تقارنوش زي الدوري الفرنسي ولا حتى الدوري المصري. ممكن الدوري المصري اكثر صراع، اكثر لياقه بدنيه في يعني في الديولز، يعني ال 1 تو 1 يعني. كانت نحن لكن هو كمنتخب بلجيكا يعني انت شايف ان هو طبعا عندهم لعيبه كبار محترفين في اكبر الدوريات في اوروبا، يعني الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، كل اللاعبين. شايف المنتخب البلجيكي في مباراته امام المنتخب المصري ازاي، خصوصا بعد التصريح المدير الفني للمنتخب البلجيكي وقال روبرتو مارتينيز، قال ان هذه المباراه خير اعداد لكاس العالم. طبعا لو تشوف المنتخب البلجيكي يعني بدأ له 10 سنين يحضر المجموعه دي بعد الكاس العالم في روسيا، يعني ممكن اول منتخب يعني كان مع نفس المدرب اللي هو ديجا مارتينيز، في ما فيش تغييرات حتى في المجموعه. طبعا انت قلت حضرتك يعني في لاعبين كبار بيلعبوا في الدوري الاوروبي، بس في لاعبين يعني حاليا ما يلعبوش باستمرار، يعني زي الهازار، يعني نقطة فهم هازار اللي كان في تشيلسي مش هازار اللي هو ريال مدريد. مظبوط. ريال مدريد يعني صحيح. سبحان الله يعني تغير 90 درجة. بس المنتخب البلجيكي يعني بيحضر نفسه في كأس العالم في قطر في المجموعة اف، يعني حيلعب ضد المنتخب المغربي وكندا وكرواتيا، مجموعة محترمة. حيلعب ضد المنتخب المصري، حيحضر نفسه ضد المنتخب يعني سوري علشان المنتخب المصري ما راحش كاس العالم. مظبوط. علشان في برشا بس هو يحضر نفسه مع منتخب عربي، يعني ند مع المنتخب المغربي ممكن نفس الاسلوب اللعب. صحيح. حيشوف نفسه حسب التجربه. حتكون مباراه قويه للمنتخب المصري باش يرجع الثقه نفسه، حتكون زاد كمان التحضير النفسي والتحضير لكاس العالم بعد 5 ايام. المنتخب البلجيكي حيبدا اول ماتش مع المنتخب الكندي. منتخب بلجيكا عنده دي بروين، محمد، منتخب مصر عنده محمد صلاح، مواجهه انجليزيه او بتحدث دائما في الدوري الانجليزي ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، كيف ترى هذه المواجهه؟ والله كيفن دي بروين لاعب وسط ميدان، لاعب وسط ميدان هجومي دفاعي، مش نفس السايز بتاع محمد صلاح. يعني كيفن دي بروين يعني بيجي من ورا بيسجل الاجوال، محمد صلاح يعني كل الكرات بتمر عليه يعني ورا المدافعين. محمد صلاح بالسرعه بتاعه بالكواليتي بتاع الدريبلينج، يعني قلنا احنا الفرديات، محمد صلاح بيعدي بفتره كويسه. محمد صلاح ان شاء الله يرد الاعتبار للجمهور المصري والفريق المصري اللي ان شاء الله يربي بعد
الفترة هذه يعني يرجع، وإن شاء الله ربي يفوز بالمنتخب البلجيكي. المهم المردود يكون كويس، ولازم الروح ترجع للمنتخب المصري إن شاء الله. إن شاء الله. طيب كابتن كريم، المنتخب التونسي، المنتخب التونسي ترى كيف ترى حظوظه في هذه البطولة وتوقعاتك للمنتخب التونسي؟ والله التوقعات إن شاء الله تكون توقعات إيجابية. بعد قولوا نحن الكريتيك بتاع الشارع الرياضي التونسي للقائمه الاخيره للمدرب التونسي في لا. يعني كثير يعني اضطرابات، علشان في كثير مدافعين تبعيين، في مهاجمين قليلين، في كثير وسط الميدان. يعني باين المدرب حيشوف الخطه الدفاعيه، ممكن حيلعب خمسه مدافعين. طبعا نحن المنتخب التونسي موجود في مجموعه على الورق صعبة ضد المنتخب الفرنسي، ضد المنتخب الدنماركي، ضد المنتخب الاسترالي، حتكون يعني مجموعة صعبة، بس كل شيء جاهز ان شاء الله في الكورة. عندنا ثقة في المنتخب التونسي ان شاء الله. نقولوا نحن مرة سنين كثيرة ما عديناش يعني الدور الثاني، ان شاء الله تكون هذه مرة في منتخب يعني في بلد عربي، ان شاء الله نعمل يعني مستوى كويس يليق بالكرة التونسية ولا يليق بالكرة العربية. علي معلول والدور اللي بيقوم بيه مع النادي الأهلي شايفه ازاي، ودوره مع منتخب تونس؟ والله علي معلول من أحسن الكفاءات معنا كتونس، يعني نفتخر به. يعني بيلعب في نادي الأهلي، بيلعب في نادي التونسي، يعني المرور بتاعه يعني ماشي وطالع ان شاء الله كويس يعني في المنتخب الوطني. ان شاء الله معلوم ان شاء الله بالخبره بتاعه في افريقيا، ان شاء الله يكون يعني جاهز، يكون ان شاء الله بدنيا ذهنيا من حد نفسه. علي معلوم ما عادش كيف قبل، يعني هو لاعب يعني قولوا نحن الليدر بتاع الفريق، هو اللي حينشط الخطه الهجوميه والخطه الدفاعيه ان شاء الله. حتى في حجره الملابس مع اللاعبين حيكون دور اللي نحن الذهني. ان شاء الله ربي يقدم مستوى كويس، ان شاء الله يكون فعل خير علينا يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن كريم على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن كريم السعدي، نجم منتخب تونس، و زي ما حضراتكم عارفين واحد من اللاعبين الجيدين مع المنتخب التونسي.